من القاهرة نروح مع حضراتكم لدمياط اللي شهدت إقبال كبير جدا من المواطنين على الحديقة الدولية، أعداد كبيرة من الزوار خلال أيام العيد. الحديقة هنا كويسة وممتازة، فيها خدمات كويسة، فيها أمان، نظافة. احنا كل عيد بنيجي هنا انا واهلي واصحابي عشان ننبسط يعني ونخرج في الحديقه، وبصراحه الحديقه جميله جدا ونظيفه، وهي موجوده اصلا وسط البلد يعني قريبه من ناس كتير جدا، فالناس كلها اصلا بتيجي تنبسط هنا كل عيد. المكان حلو جدا، والحقيقه الولاد بيستمتعوا باللعب هنا وبتبقى خروجه حلوه جدا، لان الولاد بيلعبوا وبيجروا، والحديقه طبعا قريبه من البيوت ومن الناس، وموقع حلو جدا. المكان بجد حلو، فيه العاب للاطفال اللي عايز يلعب، وممكن تلعبوا براحتكم هنا. المكان واسع وكبير، وساعات بيعملوا هنا حفلات حلوه. الحديقه هنا تعتبر زي معلم اثري كده في دمياط، لازم في العيد حاجه اساسيه لازم نخرج ونيجي الحديقه، حتى لو بعدها هنروح اماكن تانية بس دي حاجه اساسيه في العيد.